لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، ومعانا درس جديد من درس الحروف الإنجليزية وطريقة نطقها وكتابتها بالطريقة الصحيحة. آخر حاجة كنت توقفنا عليها حرف L capital L small. النهاردة معانا حرف M. حرف الام ليه شكلين في الكتابة. الشكل الصحيح احنا معانا اديكي السطرين، اطلع من السطر اللي تحت لفوق، انزل للسطر الاولاني، اطلع تاني، انزل تاني للسطر الاخير تاني. لازم اتجاه الحرف الام يبقى من تحت لفوق، فوق لتحت، تحت لفوق، فوق لتحت. ام كابتا اهو من السطر اللي تحت، اطلع فوق، انزل تاني، اطلع تاني فوق، انزل لغاية السطر اللي تحت، المس في النص كده اهو، المس السطر اللي في النص. ام كابتا. طيب الام سمول، واحد واقف بين السطرين، هطلع المس السطر الاولاني وانزل تاني واقول له ده كرسي ملهوش ظهر، لازق في كرسي تاني يلمس السطر الاولاني وينزل السطر التاني. تاني هو واحد واقف بين السطرين، اسيب حتة صغيرة كده من فوق، قبل اخره هطلع المس السطر الاولاني وانزل المس السطر التاني، واطلع تاني المس السطر الاولاني وانزل المس السطر التاني. Says the M says every letter makes a sound. The M says يبقى M small. أقول له ما يطلعش من الM small إلا لو كان في حتة صغيرة زي كده، ما تخلوش يعملها كده، هو غلط. لازم تدي له واحد واقف واطلع ألمس فوق واطلع تاني ألمس فوق وانزل تحت. M small. M small. نلتقي إن شاء الله في درس آخر فيه من حروف الحروف الهجائية الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.